السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بقدم النهاردة ليكم وصفة وتتبيلة مميزة لفراخ سريعة جدا ومش هتاخد منكم اي وقت، وهي الفراخ التندوري. عملتها معاكم في القناة بس بحب افكركم بيها تاني، وعجبت كل اللي عملها بصراحة، ما شفتش اختلاف عليها. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا نشوف هنعملها ازاي. احتجت هنا عصير ليمون، يعني في حجم ليمونتين عصرتهم ونزلت بيهم كده، وكمان ربع كوباية من الزيت، وكمان هضيف علبة زبادي صغيرة، يعني بما يعادل حوالي 3 معالق كبار. فكرة التندوري دي أساسها هندي، من المطبخ الهندي، مميزة جدا جدا جدا، يعني لو عملتيها مرة فعلا هتعمليها كذا مرة تاني. قلبتهم هنا كويس مع بعض. هنزل بقى بطبق التتبيلات بتاعتي، وهي معلقة من بهارات الهندية وعملتها معاكم، ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم الصلصة، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل، وكمان نص معلقة صغيرة من لون الطعام الأحمر. بديل لون الطعام الأحمر هو الفلفل الكشميري، في بعض الأماكن مش متاح، وأنا كمان مش متاح عندي، وهو ده اللي كان بيدي لون للفراخ التندوري. فالبديل بتاعه ضفت مع نص معلقة صغيرة من لون الطعام الأحمر. هنا استخدمت فراخ، طبعا تستخدمي وراك فرخة كاملة صدور، يعني مفيش مشكلة، أهم حاجة تبقى منزوعة الجلد وتبقى عاملة فيها شرايح علشان تساعد بس التتبيلة تدخل جواها. نزلت كده بالفراخ، قلبتها كويس جدا، وكل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما كان أفضل. أنا عن نفسي سبتها 4 ساعات، كل ما تزودي كل ما كان أفضل. جبت صينية اديتها شوية من شرايح البطاطس وشوية من شرايح البصل، يعني حفاظ ان الفراخ ما تلزقش في الصينية نفسها. رصيت الفراخ بتاعتي بالمنظر ده، وهبتدي اغطيها. لا قبل ما اغطيها، معلش نقطة مهمة، هنزل بالصوص بتاعها برضو في الصينية، الصوص اللي هو التتبيلة نفسها هنزل عليها في الصينية كده، هوزعها في كل الجوانب، وكمان هضيف عليها نص كوباية عفوا من المية، مية عادية جدا، هضيف نص كوباية. انا هنا ضفت كوباية بس كانت حسيتها في الاخر يعني كانت زيادة، لا انا هضيف نص كوباية. هغلفها بالفويل كويس، هدخلها الفرن يكون ساخن على درجة حرارة 200، تقعد ساعة الا ربع بالفويل. بعد ساعة الا ربع هشيل الفويل وهسيبها ربع ساعة كمان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، يعني تبقى ايه، اتحمصت تماما. وهنا مسحتها بس شوية من الصوص كده عشان نديها اللمعة المميزة بتاعتها من الصوص اللي في الصينية، بمسحها كده. قدميها بقى، انا قدمتها مع رز بسمتي وسلطة بابا غنوج. طبعا طرق التقديم طبعا ترجع لذوقك وحسب المفضل عندهم. ده البطاطس والخضار، عايزه اقول لكم الخضار هنا كان تحفه جدا جدا جدا، شايفين اللون المميز. ضروري جدا بعد ما تشيلي الفويل تسيبيها شويه تاخد لون كده وتتشوي كده من فوق. ده كان فيديو وصفه النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل، واستنوني في فيديو وصفه جديده قريب ان شاء الله. مع السلامه.